بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا اليوم. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، 011-4-82-83 على بركة الله. نبدأ بتفسير الآية المباركة بقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية الكريمة بيّنت مواقيت الصلاة إجمالا في ثلاثة مواقيت، قوله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس، وهذه هي صلاة الظهر، إلى غسق الليل، وهذا فيه صلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء، هذا الوقت الثاني. الثالث قرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، سماها الله قرآنا لأنها تطول فيها القراءة أكثر من غيرها. ثم قال: إن قرآن الفجر، أي صلاة الفجر، كان مشهودا، تشهده الملائكة الحفظة، ملائكة النهار وملائكة الليل يجتمعون في صلاة العصر ويجتمعون في صلاة الفجر. ثم يصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار إلى صلاة العصر، فيجتمعون في صلاة العصر، يجتمعون في صلاة الفجر، ويجتمعون في صلاة العصر ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم يصعد الذين باتوا فينا ويبقى ملائكة النهار، وفي الوقت الآخر يصعد ملائكة النهار ويبقى ملائكة الليل الحفظة. فقوله مشهودة يعني تشهده ملائكة النهار وملائكة الليل، يعني يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. نعم. مرة ثانية نرحب بالسادة المشاهدين ونذكر بتليفون البرنامج 011-4-82-83، سيظهره المخرج على شاشة التلفزيون. فضيلة الشيخ يقول أبو بسام: اشرحوا لي حديث الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. أنا لا أعلم هذا الحديث، ولكن اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر على فقره،
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: أفضلهما أصلحهما نية وأخلصهما نية لله عز وجل. نعم. يقول أيضا أبو عبد الله: اشرحوا لي كتاب الطحاوية، لمن هذا الكتاب ومن هو المؤلف وما رأيكم فيه شيخ صالح؟ كتاب الطحاوية للإمام الطحاوي المحدث المشهور الذي له الكتب المفيدة في الحديث مثل شرح معاني الآثار ومثل هذه العقيدة الطحاوية التي بين فيها أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، فهي عقيدة جيدة، وشرحها لابن أبي العز شرح الطحاوية شرح حافل بالعلم والتأصيل، وهو معلوم عند أهل السنة والجماعة. نعم. أبو صالح تفضل معنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك يا شيخ، الله يجزاك خير. حياك. أنا عندي سؤال يا شيخ، إذا نمت عن الصلاة وصحيت متأخر جزاك الله خير وما صليتها في وقتها، أخرتها إلى بعد الصلاة ساعتين أو ثلاث، أبغى الفتوى في هذه جزاك الله خير. شكرا يا أبو صالح، الله يعطيك طولة العمر. من يسمع أي صلاة؟ أي صلاة، يعني بعض الصلوات يعني منها مو ما نصليها، وعندما نصحى نأخرها ما نصليها في عند الصحيان، مثلا أخرتها بساعة أو ساعتين، نبغى الفتوى في الأمر هذا جزاك الله. يا أخي هذا لا يجوز، هذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا النوم عنها، فيجب على المسلم أن يعزم على الصلاة في وقتها ومع الجماعة، لكن لو قدر أنه غلبه النوم فإنه إذا استيقظ يصليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. شكرا. فضيلة الشيخ، هل توجد آيات تخصص لأغراض معينة، مثلا للشفاء من الأمراض أو آيات للرقية الشرعية؟ نعم، هناك سور وآيات تخصص للرقية، مثل الفاتحة، سورة الفاتحة فإنها رقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل السور الثلاث: الإخلاص والفلق والناس، هذه تخصص للرقية مع ما تيسر من القرآن مع هذه السور، فالقرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم. يقول الشيخ: سمعت أن هناك كفارة يمين مغلظة، ما المقصود فيها؟ كفارة اليمين المغلظة هي كفارة الظهار، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كفارة الظهار. نعم. نبدأ بالمتصلين ونأخذ المتصل عبد الله من جدة، تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. العالي شيخ صالح. الله يخليك. تفضل سؤالك. نعم. عبد الله. عليكم السلام. الله يحييك بارك الله فيك. عندي سؤال، ما حكم الأخذ من اللحية حيث كثر في هذه الأيام تقصير اللحى؟ طيب شكرا. شكرا. يا أخي لا يجوز الأخذ من اللحية،
قوله صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى، يعني اتركوهن على وضعهن، لا تقص ولا تحلق ولا يعبث بها، وإنما تترك لأنها جمال للرجل فارقة بين الرجل والمرأة، فعلى المسلم ألا يتعرض للحيته بشيء إلا بتنظيفها وتطييبها، وأما أنه يقصر منها فهذا لا يجوز. نعم، نذكر مرة ثانية بتليفون البرنامج، الاتصال على 442-383. شيخ صالح، الدال على الخير كفاعله، هل هذا حديث وما معناه؟ هذا يجري على الألسنة ولا أعلم أنه حديث، ربما الله أعلم، لكن هو يدل على أن الدال على الخير كفاعله، بمعنى أنك إذا علمت مجالا للصدقة مثلا، وعلمت أن هناك أناسا محتاجين فأرشدت الأغنياء إليهم، أن هذا يكون كفاعل الصدقة. نعم، أم مرام تقول: أختي يا شيخ صالح أسقطت الحمل وله شهران، ماذا يترتب عليها وما الحكم؟ إذا بلغ الحمل 91 يوم، 91 يوم يعني 3 أشهر ودخل في الشهر الرابع، فإنه حينئذ تنفخ فيه الروح، فإذا أسقطته لهذه المدة فإن الدم الذي معها يكون نفاسا له حكم الولادة، وأما إذا أسقطته قبل هذه المدة، قبل 81 يوم، فإن الدم الذي يكون معها يكون نزيفا ولا يكون نفاسا. نعم، السائل أبو عمر يقول: إذا رأى المسلم رؤى كثيرة يا شيخ وقد ترددت وأكثر من مرة وأزعجته، ماذا يعمل؟ عليه ألا يتأثر بالرؤى، لأن الرؤى قد تكون من الشيطان ليزعج المسلم، فعليه إذا أراد أن ينام أن يقرأ آية الكرسي، قوله صلى الله عليه وسلم: إن من قرأها عند النوم لا يزال عليه حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فيقرأ آية الكرسي، ويقرأ أيضا السور الثلاث: الإخلاص والمعوذتين، وبهذا ينام مرتاحا بإذن الله. نعم، معنا عواد، تفضل يا عواد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، حالك يا شيخ وكيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. الله يحييك، تفضل. خير، تفضل يا عواد. سؤال يا شيخ، قال هو الوحدة يعني اذا طلقت معها قد شرعي. نعم، لان صوتك متقطع يا عواد. الو. نعم، تفضل. اقول لك لو سمحت، تفضل يا شيخ، عندي سؤال، اللي هو البنت لو تزوجت وتطلقت، حلو؟ نعم. طبعا هي تبغى تتزوج واهلها راضين، وهي تبغى تستر نفسها بالحلال، فيجوز يا شيخ انها تتزوج تملك لنفسها، قلنا تترك للشيخ انها يعتد لها، او ما يمديها، او انها ما يجوز، ولا ابغى اعرف. شكرا، شكرا يا عواد. حياك الله. نعم. لا يا أخي، المرأة لا تزوج نفسها، وإنما يزوجها وليها، فإذا رفض الأقرب من أوليائها أن يزوجها، يزوجها الأبعد من عصبتها، فإذا رفضوا كلهم فإنها ترفع أمرها إلى القاضي ويتولى العقد لها. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وصل هذا السؤال من أحد الإخوة، يقول:
التيمم بالتراب المستعمل ما حكمه وما صفته؟ مأجورين يا أخي. ما هو بيستعمل التراب، الذي يكون مستعملا هو الغبار الذي يعلق بيد المتيمم، أما التراب نفسه فإنه يبقى طهورا لمن أراد أن يتيمم به. نعم. يقول بالنسبة لحكم غسل الوجه في الوضوء أكثر من 3 مرات للاحتياط. لا يا أخي، هذا لا يجوز، هذا بدعة، ولا يجوز أكثر من 3. الواجب مرة واحدة، وإذا غسل 3 مرات فهذا سنة، هذا سنة 3 مرات، فإن زاد على 1/3 فهذا بدعة. إذن الواحدة هذه واجبة وفرض، والثلاث هذه سنة، أو 2 مرتين أيضا سنة. نعم. يقول في الآية: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه حتى عاد كالعرجون القديم. قدرناه منازل. نعم. والقمر قدرناه منازل. نعم. حتى عاد كالعرجون القديم. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، أنه جعل الشمس سراجا وجعل القمر نورا. والشمس تجري لمستقر لها، كما نراها تأتي من المشرق وتذهب إلى المغرب، ثم تطلع على قوم آخرين، ثم تعود إلينا من المشرق إلى المغرب، فهي تجري دائما. والشمس تجري يعني في الفلك، في فلك الشمس، لمستقر لها. قيل هو أنها تسجد تحت العرش، تستأذن ربها فيأذن لها فتنطلق، فهذا معنى لمستقر لها. وفي قراءة: لا مستقر لها، والشمس تجري لا مستقر لها، يعني دائما أنها تجري ولا تتوقف حتى يوقفها الله سبحانه وتعالى. والقمر قدره الله منازل في الشهر، من 1 إلى 29 أو 30، كل يوم يكون في منزلة من منازله حتى يستكملها. نعم. يقول السائل أبو محمد: هل ورد يا شيخ صالح أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في عيد الفطر بسورة واحدة؟ لا أعلم ذلك. كان يخطب صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه ويذكر بآيات الله ويعظ المسلمين، وكانت خطبه مباركة، كلمات معدودات مباركات كما في الحديث. ما كان يطيل الخطبة، وإنما كان يوجز الخطبة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته آية من فقهه، أو مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. ولكن نرى بعض الأئمة خصوصا الشباب هداهم الله على العكس، يطيلون الخطبة طولا مملا وتكون حشوا من الكلام في الغالب، أو يدخلون في مواضيع ليست في مصلحة الحاضرين، مواضيع تتعلق بغيرهم، وهي شؤون الدول والسياسات وما أشبه ذلك. الخطبة الجمعة تكون ثناء على الله، وتكون فيها موعظة وتذكير وتنبيه للأخطاء إذا حصلت في المجتمع،
وأيضا يكون في آخرها من القرآن ويكثر من تلاوة القرآن فيها ولا يطيلها. نعم. معنا سعيد من أبها، تفضل يا سعيد. سعيد، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام، تفضل يا سعيد. نعم. أول سؤال مع الشيخ صالح الفوزان، الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، تفسير ابن عباس في هذه الآية أنه نبي كنبيكم وآدم كآدمكم، ابن عباس كابن عباس، تفسير الآية. طيب السؤال الثاني، لحظة يجاوب الشيخ على السؤال الأول. والله هذا قيل، ولكن ما أدري ما مستنده، إن كل أرض فيها نبي كنبينا وفيها آدم هذا لا أعرفه. نعم، ولكن الثابت يا أخي فيه صدى لا أستطيع أتكلم. طيب سكر الجوال يا أخي، تفضل. السؤال الثاني، لحظة بيجاوب الشيخ، نكتفي بسؤالك هذا. نعم. طيب معنا سعيد معنا. طيب فضيلة، السؤال الثاني تفضل يا سعيد. السؤال الثاني، السؤال الأول ما أجبنا عليه. طيب جاوب على السؤال الأول يا شيخ صالح الفوزان، تفضل. إيه في صدى ما استطيع أجاوب. طيب أخوان أحذفوا السؤال هذا، في تردد من جوال الأخ السائل، نكتفي في سؤاله هذا خلاص. تفضل يا شيخ. نعم وش فيه؟ تبي تضيف شيء يا شيخ؟ السؤال الأول، ما هو السؤال الأول يا أخي؟ يقول بأنه ورد في الآية بأن الله خلق سبع سماوات وفي الأرض مثلهن. نعم، الله خلق سبع سماوات طباق، وخلق في الأرض مثلهن، يعني سبع أراضين طباق، سبع أراضين مثل طباق السماء، وفي كل طبق أو سماء أو أرض مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم. كم مرة يشمت العاطس يا فضيلة الشيخ؟ مرة واحدة، بأن يقال له يرحمك الله، ثم يرد هو ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. بعض الناس يا شيخ إذا تثاءب تعوذ من الشيطان، هل هذا وارد؟ هذا لا أصل له، الذي ورد أنه إذا ابتدره التثاؤب يكظمه ما استطاع، فإذا لم يستطع فإنه يغطي فمه ولا يتركه مكشوفا ومفتوح الفم. نعم. يقول عند نزول المصيبة بالإنسان يا شيخ، ما أفضل شيء يردده للصبر على هذه المصيبة؟ كما جاء في الآية، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي بخير منها. نعم. من الأسئلة التي وردت قبل البرنامج يا شيخ صالح، هذه الأخت أم عبد الله تقول بالنسبة للباس المرأة في الحداد، هل هو محدد؟ نعم، لا تلبس ثياب الزينة في عدة الوفاة، لا تلبس ثياب الزينة، وإنما تلبس ثيابا ساترة ليس فيها زينة. نعم. لها الفقرة الثانية عن حكم من عمل لها وشم وهي صغيرة وكانت في البادية يا فضيلة الشيخ. إن استطاعت إزالته بأن تذهب إلى الأطباء أو أطباء الجلديين فيزيلونه فيجب عليها إزالته، وإذا لم تستطع إزالته فإنها تتركه. نعم. طيب يا شيخ، الآن في وقتنا الحاضر نقش الحنة بالنسبة للنساء يكثر، وخصوصا في المناسبات يا شيخ صالح.
لا بأس بذلك، تتزين المرأة لكن تستر نفسها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، فتغطي كفيها وتغطي سائر جسمها عن الرجال، تغطي وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. نعم. أبو بكر من الرياض يقول بالنسبة للإسراء كما ذكر في آية الإسراء، هل هو بالروح والجسد؟ هل أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد؟ نعم، أسري به في الروح والجسد ومع جبريل عليه السلام، لأن العبد لا يكون إلا اسم للروح والجسد، وليس الإسراء منام كما يقول بعضهم، وإنما هو حقيقة في اليقظة وفي الروح وفي البدن. الله على كل شيء قدير. نعم. تفضل يا ماجد من الدمام معنا على الخط، نرجو أن يكون الصوت واضح. تفضل يا ماجد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، حياكم الله يا شيخ. عندي سؤال طال عمرك. تفضل يا شيخ. أنا أشتغل في شركة، والشركة تلزم علي لبس البنطال، والبنطال المخصص للعمل يكون مشبل حفظك. نعم. الله، فلما تكلمت مع الشركة أنه والله مشبل، فقالوا طال عمرك أنه هذا اللبس، أنا أعجبك تكمل في العمل، وإن لم يعجبك تأخرج من الشركة، فما أدري إيش الحكم حفظك الله. شكرا يا ماجد. ما هو السؤال؟ يقول يشتغل في شركة وتلزم هذه الشركة العاملين فيها يا شيخ بلبس البنطال المكمل، وهذا البنطال مسبل يا شيخ، ماذا يترتب على ذلك؟ يلبس اللباس الشرعي ولا يسبل عند الشركة وعند غيرها، فإذا ألزموه بالإسبال فإنه يخرج منهم ويذهب إلى آخرين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. الشيخ صالح، هذا السؤال يقول السائل في تأخير قضاء رمضان، ماذا يترتب على الذي عمل ذلك؟ قضى رمضان يكون موسعا إلى أن لا يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه، فإنه يجب عليه أن يصوم قبل حلول الشهر الجديد. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا من شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز تأخير القضاء لعذر إلى أن لا يبقى على رمضان الجديد إلا قدر الأيام التي عليه من رمضان الماضي، حينئذ يجب عليه القضاء حتى يفرغ ذمته منها ويستعد لاستقبال الشهر الجديد. نعم. أحد الإخوة يسأل شيخنا الكريم عن بيع ما هو مرهون، هل يجوز بيعه؟ لا يجوز إلا بإذن الراهن، الراهن لا يباع إلا بإذن الراهن. نعم. فيصل من المدينة، تفضل يا فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. سؤالي أبغى النطق الصحيح، فأشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، تنطق النون أو ما تنطق؟ طيب شكرا يا فيصل. شكرا يا أخي. يا أخي تدغم النون في اللام، أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. الشخص الذي لا يدري هل صام في بداية شبابه أم لا، هل يحق له أن يقضي ما فاته أو هو متردد الآن هو يا شيخ صالح؟ إذا كان هذا من باب الوسواس والهواجس فإنه لا يلتفت إليه، أما إذا كان حقيقة أنه لم يصم رمضان من الرمضانات الماضية فيجب عليه قضاؤه. نعم. السائل أبو محمد يقول الدعاء الجماعي بعد الصلوات المكتوبة، هذا بدعة. الدعاء الجماعي بعد الصلوات المكتوبة وغيرها، الدعاء الجماعي هذا بدعة،
الذي هو بصوت واحد يردد خلف الداعي، لكن التأمين على الدعاء، أو أنه يقول مثل ما يقول الملقن وحده ليس جماعة، كل واحد يدعو وحده. نعم. كل بدعة ضلالة، ما معنى ذلك وما ضابط البدعة وهل لها أقسام؟ البدعة هي العبادة التي لا دليل عليها من الشرع، كل عبادة ليس عليها دليل من الكتاب والسنة فهي بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. إبراهيم من الرياض، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام، ارفع صوتك شوي، تفضل. السلام. يا شيخ عندي سؤال، هناك شخص أخذ مال شخص آخر بطريقة غير شرعية، وبعد فترة توفي صاحب المال، الآن هو يبغى يرد مال الشخص هذا للورثة، ولكن ما يبغاهم يعرفونه لصلة القرابة والنسب والرحم، كيف الطريقة الله يحفظك؟ يتصدق فيها أو شلون؟ شكرا. لا ما يتصدق فيها، ولا يجوز له يتصدق فيها ومستحقوها موجودون، لكن عليه إذا كان أنه يستحي من إيصالها إليهم بنفسه يعطيها واحد من يثق به ويوصلها إليهم. نعم. أحسن الله إليكم. شيخ صالح يقول هذا السائل أبو أسامة: يعاني البعض من الناس من الأمراض النفسية والبدنية، هل تكفي الأوراد الشرعية في ذلك أم لا بد من مراجعة الأطباء النفسيين؟ يجمع بين الأمرين، يراجع الأطباء في الأمراض النفسية والبدنية ويتداوى، لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، مع التوكل على الله، فيتداوى بالأدوية المباحة ويتوكل على الله ولا يعتمد على الأدوية فقط، وإنما مع استعماله للأدوية يتوكل على الله عز وجل. نعم. حديث يا شيخ: من تصبح بسبع تمرات لم يضره سم في ذلك اليوم. هذا في تمرات العجوة، تمرات العجوة، عجوة المدينة، وإذا لم يجد عجوة المدينة فأي تمرات، لأنه ورد في رواية تمرات غير مخصصة بالعجوة، فإذا لم يجد العجوة فإنه يتصبح بتمرات الموجودة. نعم. يقول في فقرته الثانية: بالنسبة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها. نعم، يكثر من الصلاة عليه يوم ليلة الجمعة وفي يومها، فهذا من أوقات الصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل أبو عادل: أرجو أن يشرح لي الشيخ هذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الحديث في حديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، بمعنى أن الله يحفظ هذه الأعضاء فلا يستعملها إلا فيما هو مباح أو ما هو من طاعة الله، يحفظها من استعمالها في المعاصي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به،
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، بمعنى أن الله يحفظ هذه الأعضاء فلا يستعملها صاحبها في معصية الله بسبب تقربه إلى الله بالنوافل. نعم. نأخذ المتصل صالح من عنيزة، تفضل يا صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. الله خير يا شيخ. جزاك الله بالخير. عندي استفسار الله يحفظك، في آية أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت؟ نعم، من عجائب آيات الله الإبل في خلقتها، لأنها تختلف عن بقية الحيوانات في جسمها وفي أعضائها وفي تحملها للجوع والعطش وفي حملها للأثقال التي تحمل عليها وفي قدرتها على السير المسافة الطويلة، فيها آيات. والله جل وعلا يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فيها خير لنا والحمد لله. نعم. وصل هذا السؤال من الأخ محمد، يقول أرجو من فضيلة الشيخ توضيح السنة في دعاء القنوت سواء في رمضان أو في غيره، وهل له أدعية مخصوصة، وهل تشرع الإطالة في صلاة الوتر؟ الدعاء في القنوت، القنوت في الوتر، دعاء القنوت في الوتر يدعو ويجتهد فيما يسر الله له وفيما يحتاجه. وهناك أدعية يعني علمها النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي رضي الله عنه، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، ويضيف إليها ما تيسر من الأدعية. نعم. يقول شيخ في ورد حديث قرأته في أحد الكتب، من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ ويصلي ركعتين. نعم، هذا الحديث وارد ويسمى حديث صلاة الحاجة، تسمى صلاة الحاجة، يصلي ركعتين ويدعو ربه بحاجته، فإن هذا من أسباب الإجابة بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز فك السحر بالسحر، وما الحكم الشرعي في التردد على المشعوذين والسحرة؟ لا يجوز فك السحر بالسحر، هذا حرام، وكيف يلجأ إلى الحرام والسحر كفر، كما قال الله جل وعلا في قوله وما يعلمان من أحد، يعني الملكين، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر. ويقول جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، لأنهم اتهموا سليمان بأنه يسخر الشياطين والعفاريت بأنه يسخرهم بالسحر، الله هو الذي سخرهم له، هو الذي سخرهم له وخدمهم له، وهذه من كراماته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام، ولم يستعمل السحر فهم كذبوا، وإنما السحر حرفة اليهود، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. واليهود يقول الله جل وعلا فيهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني اتخذوا السحر، تركوا التوراة التي هي كتاب الله وراء ظهورهم وأخذوا بالسحر، تعوضوا عنها بالسحر وعمل الشيطان والشياطين، نسأل الله العافية. وهكذا كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل. نعم. أبو محمد معنا على الخط، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ الله يحييك، تفضل. الحمد لله بخير. يا الشيخ، الزكاة تحل في المسجد أو ما تحل؟ طيب، واضح سؤالك. نعم. الزكاة
هل تدفع نعم. فضيلة الشيخ في بناء مسجد؟ لا، ما تدفع في المشاريع الخيرية، إنما هي حددها الله للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف مذكورة في هذه الآية لا يخرج عنها في الزكاة. نعم. السائل أبو عادل يقول: ما حكم الشرع في نظركم يا شيخ صالح في استرداد البائع للسلعة التي باعها؟ نعم. يقول: ما حكم الشرع في نظركم في استرداد البائع للسلعة التي باعها على شخص آخر؟ إذا كان في خيار في البيع فله أن يستردها، أما إذا كان ليس فيه خيار فهي للتي اشتراها ولا يستردها منه، وإنما قد يردها البائع، يردها إذا كان فيها عيب فإنه يردها على يردها المشتري على البائع إذا كان فيها عيب. نعم. يقول السائل: يا شيخ، ما هي كفارة الإفطار في رمضان بدون عذر 3 أيام، وكم مقدار ذلك بالتفصيل في وقتنا الحاضر؟ إذا أفطر متعمدا فهذا أمر محرم، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي الأيام التي أفطرها، ليس عليه إلا ذلك، التوبة إلى الله والقضاء. نعم. السائل يقول: فضيلة الشيخ، البسملة داخل الحمام أكرمكم الله وإخواني، أفتونا مأجورين، ما حكمها؟ هذا مكروه، لا يجوز محل قضاء الحاجة، إذا دخل في محل قضاء الحاجة فلا يذكر الله في لسانه حتى يخرج، لأن هذا موضع الشياطين والحشوش والنجاسات، فينزه اسم الله جل وعلا عن ذكره فيها. نعم. عبد الرحمن من عسير، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. تفضل. سؤال واحد. تفضل. سؤال: عندنا المسجد نصلي في رمضان يعني صلاة الفرض العشاء، نقدمها بعشر دقائق لأننا نذهب إلى مسجد ثاني نصلي التراويح، نجي المسجد الثاني بعض مرات ما قد قامت الصلاة وتقييم وحنا موجودين، فهل نصلي معهم يعني ندخل بنية النافلة أو ننتظر حتى يصلون الفرض وندخل معهم في التراويح؟ أنتم تصلون في مسجدكم وتقدمونها، ما تقدمونها على الوقت يا أخي. لا ما تقدمونها يعني على الوقت، 10 دقائق بعد الوقت ما نقدمها قبل، يعني بدل ما ننتظر 10-20 ننتظر 10 دقائق ونصلي. اسمع الإجابة عبد الرحمن، عشان نحضر التراويح في المسجد الثاني. اسمع الإجابة عبد الرحمن، إذا كنتم صليتم في مسجدكم وجئتم والتراويح تقام ادخلوا مع الإمام في التراويح. نعم. أحسن الله إليكم. ما الوقت الأنسب يا شيخ صالح لصلاة الليل من الساعة 12 أو بعد ذلك إذا نام وصحى متأخر الساعة 4، هل يصلي زادكم الله خيرا؟ الليل كله وقت لصلاة التهجد، أوله ووسطه وآخره، ولكن آخره أفضل لمن يثق بقيامه فيؤخره إلى آخر الليل، هذا أفضل، وإن صلاه قبل نومه فلا بأس بذلك، إنما لا يترك قيام الليل ولكن يصليه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الليل. نعم. هذا مصري مقيم بجدة يسأل عن حكم القنوت في الفرائض. لا يجوز القنوت في الفرائض إلا إذا صدرت فتوى من الجهة المعتمدة للفتوى في النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة حصرهم عدو أو نزل بهم وباء فإنهم يقنتون ويدعون الله في رفعه. نعم. يقول الأخ المصري مقيم في جدة: ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة
كلنا حولها ندندن. هذا رجل من الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا يحسن قراءة القرآن. قال: ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني الاستعاذة بالله من النار وطلب الجنة. نعم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج يسأل عن قراءة الفاتحة إذا لم يتيسر قراءة الفاتحة، حيث أن بعض أئمة المساجد لا يعطينا فرصة ووقت لقراءتها، هل تسقط عنا؟ تقرأ الفاتحة في سكتات إمامك إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فإنها تكفي قراءة الإمام، تكفي قراءة الإمام، ويكون قراءة الإمام له ولمن خلفه. وإذا تيسر أن يقرأها المأموم فإنه يقرأها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم الشيخ صالح. بالنسبة لحمل المصحف من قبل بعض المأمومين في صلاة التراويح في رمضان بحجة المتابعة للإمام في المسجد، لا، هذا يشغل المأموم، لا يحمل المصحف ولا ينظر فيه، لأنه يكره أنه ينظر في الكتابة وهو يصلي، لأن هذا يشغله، إلا إذا كان محتاجا إلى حمل المصحف مثل الإمام الذي لا يحفظ القرآن في صلاة التراويح والتهجد، فإنه يحمل المصحف في هذه الحالة. نعم. تفضل يا علي من الخرج معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. كيف الحال يا شيخ؟ تفضل. حياكم الله. نعم. شيخ الله يعطيك العافية، أنا إذا لحقت على الإمام وهو راكع في الركوع والسجود، هل أقرأ دعاء الاستفتاح أو أدخل عليها أو أدخل في الصلاة في وضعه؟ إذا جئت والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم إذا كبرت للإحرام فإنك تنحني للركوع ولا تتأخر عنه لأجل تقرأ الاستفتاح. نعم. أحسن الله إليكم، شكرا يا أخي الكريم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لسؤال ورد من أحد الإخوة عن التوبة، يقول بأني قرأت لابد أن تكون التوبة بعد عمل صالح، مثلا بعد عمرة أو بعد صلاة جمعة أو بعد صلاة ركعتين لله. هذا لا دليل عليه ولا أصل له، يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة في أي وقت كان، وليس من شرطه أن يسبق ذلك بصلاة نافلة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول يا شيخ في سؤال له عن دعاء ختم القرآن في شهر رمضان وفي آخره، هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يختمون في آخر ليلة من رمضان؟ نعم، كانوا يقرؤون عند ختم القرآن سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، وكانوا يجتمعون للتأمين على دعاء الختم ويدعو بعضهم بعضا لحضور ذلك. نعم. يقول عندنا صندوق خيري لأسرتنا وعوائلنا فضيلة الشيخ، ويمر عليه أكثر من سنة، هل على هذا الصندوق زكاة؟ إذا كان هذا لأجل إعانة المحتاجين والصدقة فليس فيه زكاة. نعم. يسأل يقول نسافر للدمام في هذه الإجازة ونجلس 5 أيام في الدمام، هل نقصر ونجمع؟ إذا كانت الدمام ليست بلدا لكم وقدمتم إليها ناوين إقامة تقل عن 4 أيام فلكم القصر، لكم القصر، ولكن إذا كنتم حول جماعة تقام أو مسجد قريب منكم فإنكم تصلون مع الجماعة في المسجد ولا تتركون الجماعة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر.
عليكم أن تصلوا مع المسلمين في المساجد القريبة منكم وتتمون الصلاة معهم. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، أصر السائل أن نعرضه على سماحتكم. يقول الشيخ صالح: يختم بنا إمام المسجد ويسمعنا القرآن كاملا وذلك في غير رمضان حيث يقرأ بالفروض، ونختم مثلا في شعبان وفي رجب، ما رأي الشيخ صالح في ذلك؟ لا أصل لذلك، وهذا خطأ، ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أحد من السلف الصالح، أنه يختم القرآن في الصلوات المفروضة، وهذا فيه حرج على المسلمين، لأنهم قد يكون هذا أمرا متبعا يظنه الجهال أنه مشروع، وهذا يشق على الناس، والله جل وعلا يقول: فاقرأوا ما تيسر منه من القرآن، ألا يحرج الناس بهذا العمل. نعم. شكر الله لكم شيخنا الكريم، مبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، استفدنا من هذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة، ومن هذه التوجيهات والنصائح القيمة، رفع الله ذكركم في الدارين وزادكم توفيقا وسدادا. شكرا لفريق العمل في مكتبة الشيخ، كما أشكر زملائي معي في الاستوديو من الفنيين والمخرجين، هذا زميلي معجب الدوسري، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.